ممكن نعرف هذه الرياضة بأنها رياضة تحمل خصوصية من ناحية الجهد البدني والنفسي، بالتالي يحتاج إلى شاب كفو رياضيا ونفسيا، وبالتالي يحتاج إلى مخيلة وإدراك واسع حتى يتأهل إلى مرحلة الطيران، وهي مرحلة حقيقية. يعني الباسنجر اللي هو المتدرب الجديد ممكن يطلع مع طيار متمرس عن طريق طيران ترادفي ذو جناح خاص، يربط عن طريق هارنسين، مقعد للمتدرب أمامي ومقعد خاص بالطيار اللي هو راح يتحكم بصورة كاملة بمرحلة الطيران. طموحي أن أأهل العديد من الشباب الكفوء اللي ممكن ندخل في فريق ومركز فرسان السماء أو في منتخبات أخرى، العفو في فرق أخرى، اللي تأهلنا أن ندخل ضمن مظلة الاتحاد الجوي العراقي. رياضة الطيران الشراعي استحدثت تقريبا بال 2006-2005 في محافظة نينوى. طبعا اغلب الطيارين اللي كانوا موجودين اللي بالوقت الحاضر يزاولون الرياضة هم كانوا بالسابق قافزين مظليين. المنطقة الوحيدة اللي توالمنا في هذه الرياضة هي منطقة الدرمتي، لان بها جبل مقلوب مثل ما شفتم، جبل لطيف جدا ويساعدنا للطيران. وهسه بالوقت الحاضر احنا نمتلك 3 اجهزه باراموتور وعندنا 4 طيارين باراموتور، وبالاستمرار ان شاء الله نجيب اجهزه. طبعا هذا الامر كلته من امكانياتنا الذاتيه، لانه احنا فريق هواة، ولكن هواة نريد نتألق بالسماء. أنا اختاريت هاي الرياضة يعني كوني أنا شخص أحب المغامرات أو أحب الارتفاعات، ولأنها رياضة استثنائية شوية. يعني أغلبية الشباب اللي طاروا هسه ويانا رجعوا يعني كانوا على حد عالي من المتعة، أنه طاروا وشافوا المناطق الحلوة. شعور الإقلاع كان صعب شوية، يعني وجهك يصفر شوية، يعني يخفض عندك الضغط، بس بعدين لما ياخذك يعني تكون بالفضاء شويه تكون تستقر وتهدى اوضاعك حلوه، يعني جدا حلوه. انا اشجع كل الشباب اللي يعني بقطعي او بنفس عمري انه يجرب هيك رياضه حلوه.